المساء اللي بيلعب في وسط الملعب عند محمد عبد القادر فاتح له في اليمين حلو قوي ممكن يستلم ويقطم لجوه درغام. درغام عمل العرضيه خطيره جدا والهدف الاول وهدف التعادل لنادي وادي دجله. غلى على طول ادي الاعاده امام حضراتكم، استلم درغام وداس على بورتو ولعب العرضيه النموذجيه على طول وهدف التعادل لنادي وادي دجله. عمرو مرعي اللي انتظر العرضيه بتاعه احمد درغام وسجلها على طول. كان ضاغط كريم لسه الكره مع فريق وادي دجله ملعوبه عند عمرو مرعي وخارج عمرو مرعي حط الكره جوه الجول جوه الجول. هدف قاتل الوقت الصعب اتلعبت له الكره في الامام. شوقي السعيد كان الراجل رايح عليه ورايح احمد غانم سلطان، خرج الحارس عامر الراجل مع احمد غانم وشوقي، الراجل لعبها في المرمى الخالي حاول يطلعها شوقي السعيد. يا سلام سيد محمد عبد القادر حلوه قوي قوي المرعي، كره خطر عمرو مرعي وضربه جزاء الكره حلوه والتحرك حلو بشكل جيد وكارت احمر لمسوري رقم 27 حطها بشكل جيد. يا سلام يا عبد القادر حطها لعمرو مرعي. قلت لحضراتكم خدوا بالكم من الراجل ده لا دوري ولا موقعي كمعلق ان انا اعلق على قرار الحكم هل الكره ركله جزاء مش ركله. عامر عبد الفتاح وجوه الجول رجع بقى احمد غانم سلطان يلعب مكان اللاعب مصطفى فؤاد وادي الكره العرضيه خطر داوودا يا راجل احمد فريق وادي دجله حضراتكم الاغا رجعها لعمرو مرعي حطها لداوودا وخارج الملعب وفي النهايه الفريق حتى الان لسه ما شفناش يعني تهديد حقيقي على المرمى باستثناء طبعا كوره معاذ الحناوي اللاعب المحترف السوري في صفوف فريق وادي دجله. محمد ابراهيم لعبته عمرو مرعي حرك احمد درغام مقطوعه مرعي وغانم احمد غانم سلطان ومرعي لسه الكره مع مرعي عدى ومر هجمه خطر كده لدجله. محمد ابو العيله حلو الراجل ده ابو العيله بيشوط بشكل جيد بيلعبها المرعي كره خطر لوادي دجله لسه عمل العرضيه عند الاغا الكره دخل ال 18 ادي عادل مصطفى معاه اكوتي شوقي السعيد شوقي وعمرو مرعي اتاحت فرصه هنا من حكم اللقاء بيقول مفيش فيها حاجه كريم الضو الدرجه الثالثه البلجيكي كره ملعوبه في الجانب الايسر بدات المباراه نتمنى ان تكون بدايه طيبه لكلا الفريقين وان نستمتع سويا باحداث المباراه. هجمه اولى لفريق وادي دجله كيدا سلفا هل يتحدث للمره الثانيه في شباك وادي دجله؟ هناك ثلاث لاعبين الاهلي سجلوا ثلاث اهداف في مرمى وادي دجله حسام غالي يغيب للاصابه بجوار ايضا سيد معوض ووليد سليمان